كريم واللي بيحبه كله كريم. بنك الخرطوم أنت أولا. صلاح أحمد إبراهيم شاعر ودبلوماسي وأديب وروائي اتسم بلون الغابة والصحراء. شاعر منح اللغة الشعرية حساً وطعماً مختلفاً بموسوعية تقوم على توظيف اللغة على نحو فيه قدر كبير من الإبداع والتجريب، وكأنه يبتدع لغة جديدة غايتها أن تسمو على الاستخدامات التقليدية دون أن يخرج أبداً عن اللغة ومقاييسها النحوية والبلاغية وتصوراتها. صلاح أحمد إبراهيم المتخرج في جامعة الخرطوم كلية الآداب انتمى لليسار في سن مبكرة، وذلك بحكم مولده ونشأته في مدينة أم درمان في العام 1933. ينتمي صلاح أحمد إبراهيم إلى أسرة ذات باع طويل في السياسة، فشقيقته فاطمة أحمد إبراهيم هي مناضلة سودانية ومن أوائل النساء اللاتي كن عضواً في البرلمان السوداني. بدأ صلاح أحمد إبراهيم حياته السياسية عضواً بالحزب الشيوعي السوداني، ولكنه خرج عنه على خلفية صراع بينه وبين سكرتير الحزب وقتها عبد الخالق محجوب. بادر صلاح بتأييد الانقلاب العسكري في مايو وعمل دبلوماسياً حتى ترقى إلى درجة سفير، لكنه سرعان ما اختلف مع نظام مايو واستقال من منصبه كسفير في الجزائر واستقر بباريس، وظل يناصبه العداء موظفاً موهبته الشعرية ضد الرئيس جعفر نميري. شكك رئيس الدولة في تعليق عابر له في انتماء صلاح إلى السودان. هذا الانتماء والتشكيك فيه كان كفيلاً بأن يقول صلاح لحكومة السودان وقتها مع السلامة. صراعاته السياسية بددت كثيراً من طاقته الإبداعية حينما وظف كثيراً من إبداعه مباشرة لهذا الصراع. غلطانين وصدقنا الوعود الخانة، لا من شفنا ازداد بورانا تخانة، عنده أمور تحد أسأل بهاء وسخانة ما في معاها ما دامت أمل في رخانة. نذكر له معاركه في أواخر الستينات، معاركه السياسية لأنه هو خزته السياسة بعيدا في فترات في حياته بعيدا عن الشعر وعن الأدب، لكنه يعني كشاعر لا يستطيع أن يبعد كثيرا عن موهبته. يعتبر الشاعر والأديب صلاح أحمد إبراهيم أحد مؤسسي مدرسة الغابة والصحراء الفكرية الثقافية السودانية، وأيضاً واحد من المجددين في الشعر العربي الحديث. ألف صلاح أحمد إبراهيم عدداً من دواوين الشعر، منها غابة الأبانوس في عام 1959 للميلاد، غضبة الهبباي، نحن والردى، محاكمة الشاعر للسلطان الجائر، واشترك مع الأديب علي المك
في إصدار مجموعة البرجوازية الصغيرة القصصية. يعد صلاح أحمد إبراهيم واحداً من الأدباء السودانيين والعرب الذين قاموا بتوظيف الرموز الأسطورية في بناء القصيدة للتعبير عن أفكار ومعان ورؤى بطريقة غير مألوفة في الأدب العربي، ويمكن تصنيفه من أكثر الشعراء استخداماً للميثولوجيا الإغريقية، ويتجلى ذلك في قصيدته مريا. قبل اندلاع ثورة أكتوبر في عام 1964 قدم مع فنان إفريقيا محمد وردي إحدى الروائع في تاريخ الأغنية السودانية، أغنية الطير المهاجر. بالله يا طير قبل ما حيران يكفكف دمعته، حزنان يغالب لوعته، ويتمنى بس لعودته. صلاح أحمد إبراهيم ما زالت غابات الأبنوس تحكي سيرته اللامعة.